طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ابرز الاحداث على الساحه العراقيه، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمه الواتساب. فاصل ونعود اليكم. بما انه احنا على اساس حكم اسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية، وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم، أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. اليوم اكو تقرير على صحيفه العربي الجديد، يعني كان عنوانه الاخفاق في تلبيه الوعود يمهد لعوده احتجاجات البصره. جاء فيه بانه يجمع مراقبون وسياسيون عراقيون على امكانيه تجدد الاحتجاجات في المدن الجنوبيه، مع التلميح باحتمال عودتها باشكال مختلفه، كان تكون غاضبه اكثر فيما ترافق هذه التوقعات امكانيه التوجه نحو عصيان مدني يشل حركة الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية وأبرزها الجامعات ومجالس الحكومات المحلية، المحافظات والأقضية والنواحي، بسبب عدم ظهور أي علاجات واقعية لمطالب المحتجين على مدى الشهور الماضية. وتتعلق مطالب المحتجين بتوفير فرص العمل في مناطق الوسط والجنوب، ورفع سلطة الأحزاب عن التعيينات في الدوائر الرسمية، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب في محافظة البصرة، وتحسين واقع الخدمات خصوصا الكهرباء، وحصر السلاح بيد الدولة، وغيرها من الحقوق التي من المفترض توفيرها أو توفرها لدى الإنسان. مسؤول في الحكومة بارز كما جاء في الصحيفة رفض الكشف عن اسمه، كشف عن تلقي الحكومة إشارات سلبية حول احتمال تجدد التظاهرات جنوب العراق، وأوضح المسؤول بأن تقرير وزارة التخطيط يشير إلى ارتفاع مؤشر الفقر والبطالة في محافظات جنوب العراق، خصوصا في محافظات البصرة وبابل وذي قار والقادسية والنجف، بالإضافة إلى استمرار سوء الخدمات خصوصا الماء والكهرباء والقطاع الصحي. أشار إلى وجود تململ لدى العشائر أيضا، وليس فقط التيار المدني أو شريحة الشباب في تلك المحافظات. أكد بأن الحكومة تدرس حاليا خيارا قدم لها، وهو أن تشرف بنفسها على مشاريع تنموية في تلك المحافظات وسحبها من مجالس المحافظات، كونها الحلقة الأكثر فسادا وإضاعة للأموال. وقد تتولى وزارات الصناعة والإعمار والإسكان والبلديات وشركات عراقية حكومية كما يقول الملف. طبعا أعداد المتظاهرين كانت في محافظات الجنوب وتحديدا في البصرة قد تراجعت، إلا أنها لم تنقطع، إذ ما تزال الاحتجاجات متواصلة في أحياء مثل الحكيمية والهارثة والقرنة وأبو الخصيب ومركز مدينة البصرة منذ انطلاقها في يوليو تموز من عام 2018 العام الماضي، فيما توقفت في مدن أخرى ككربلاء والنجف وبابل وميسان والناصرية. طبعا ذلك بعد تدخل الأحزاب واحتواء بعض وجهاء العشائر ودفعهم لمنع أبنائهم من النزول إلى الشوارع، مع إغداقهم بوعود إصلاح الخدمات وإصلاح الحال وتوفير ما طلبه الشارع من دون أن يتحقق أي إصلاح. مسؤولون كذلك تحدثوا لنفس الصحيفة بأن الاحتجاجات
توقفت بعد تدخل العشائر بإضافة إلى تهديد الميليشيات والعصابات لنشطاء وقادة التظاهرات. وقد حدث هذا الأمر تحديدا في محافظة النجف، إذ ما يزال 4 ناشطين مختفين منذ الصيف الماضي. الناشط وعضو تنسيقية احتجاجات مركز مدينة البصرة علي واثق أكد بأن التراجع النسبي في أعداد المحتجين في محافظة البصرة يعود إلى تخوف المتظاهرين من تكرار سيناريو العنف الذي مارسته القوات الحكومية من جهة، وانتظار تحقق ما وعدت الحكومة به لأهالي البصرة. أشار إلى أن قلة الخدمات ما تزال على حالها، بل أنها قلت أكثر من السابق وتتزايد يوما بعد يوم حالات تسمم المواطنين بسبب تمدد اللسان الملحي على شواطئ شط العرب، إلا أن الأمطار الأخيرة كما قال والسيول أنعشت بنسبة قليلة جدا بعض الأراضي الزراعية شمال محافظة البصرة. أضاف: لا يمكن لأحد أن يعرف ما سيأتي في المستقبل، لكن أهالي البصرة عازمون على تغيير واقعهم، وقد يكون فصل الصيف المقبل كئيبا على الطبقة السياسية الفاسدة، لأن الغضب الشعبي يتصاعد، وحتى الآن الحكومة لم تقدم على تنفيذ أي وعد من وعودها، وهناك من يتحدث عن مطالبته بالإقليم والحكم الذاتي من أجل منع حكومة بغداد من الاستيلاء على أموال البصرة. أعلن واثق بأن العشائر متأهبة ومحتقنة أيضا، وتنتظر أي إشارة من أعضاء تنسيقيات التظاهرات من أجل الانطلاق. وإذا كانت التظاهرات الأخيرة في المحافظات الجنوبية قد شهدت أعمال حرق لمقرات حزبية ومؤسسات ودوائر حكومية وشركات نفطية، فقد يكون القادم أسوأ، وقد تقوم العشائر بإخراج القوات الحكومية كما قال، وجعل البصرة خارج سيطرة الحكومة المركزية إلى حين المباشرة الحقيقية بتنفيذ مشاريع المياه الصالحة للشرب وإخراج العمالة الأجنبية والعربية من الشركات النفطية والاستعانة بالعاطلين عن العمل من شبان البصرة، وهذا الأمر قد نراه قريبا. كما يقول: مع أنه قد يمثل خطرا يهدد سلامة المتظاهرين والأمن الوطني. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، عودة التظاهرات في محافظات الجنوب بسبب عدم تلبية الحكومة لأي مطلب من مطالب المتظاهرين. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم دكتور. وعليكم عمر. السلام ورحمة الله، أهلا بك. والله دكتور عمر، بالنسبة للمظاهرات بالبصرة السابقة طلعت وهدع، لكن المرة هذه إن شاء الله ما تهدع، لكن يحتاجون إلى دعم حقيقي. دعم إذا صدق الشيوخ العشائر 15 سنة صار لهم ساكين، 16 سنة مو 15 سنة، خلي هالمرة يبينون صفحتهم مثل ما يقول. أنتوا راضين كنتوا 16 سنة عنهم، ضحيتوا بالأول والثاني بالحشيرة كلها ضحت بيها كلها، فكر بقى راحت بالمقابر، ما كان في معوقة، الناس قامت تجدي بالشوارع نسوان، يطلع يقول لك مرت الشهيد الجدي، ده الجدي تقول أنا ما أقدر أبيع شرفي، بس الجدي يشرفني، حقها حق الناس حقها، انكت الناس انكت، هذول مو سنة، هذول بيطلعون مو سنة ومو وهابية ولا عكرة، هذول بيطلعون من شيعتكم، جد أنتوا إذا ما صنع عندكم غيرة على الشيعة، يعني أجمل عندكم غيرة، زين؟ فكر مع الحكومة فارسية والبقية خدم للفرس. بالله العظيم أستاذ عمر، قسما بالله العظيم أنا ما شفت واحد، يعني ذول الموجودين عندنا بالعراق اللي على العصابة اللي على السلطة، يعني أكثر إخلاصا وفاءا لأسيادهم التجارين في قم وطهران أكثر من الفرس الشيعة، الملايين من الفرس الشيعة، الفرس قومية فارسية ومشيعة، طبعا معارضين لنظام التجارين، عندك أتباع الشاه، عندك أتباع مريم رجوي، عندك الأحزاب الفارسية اللخة ناهيك عن الأحزاب القومية، جل أنت هاي العلاقة المرتبطة وياك شنو أنت؟ غير معناته أنه مجرد أنك تخلص عنا روح اسرق اقتل، شو تريد تسوي تسوي بس حسك. طلع الغضبان في الفيديو يقول أنا إيراني، جل أنت يا نذر حشان يسمع يا خسيس يا نذر، أنت جايبيدي يخدم هنا الشنوة، إذا هو بنفسه بيعترض يقول أنا إيراني مو عراقي ويفتخر بإيرانيته، جين إلى أي درجة وصلت هذه المظاهرات؟ هي طبعا أنا أقول لك يا صراحة
انا ما اقتنع. تدري ليش؟ اكو تحريك من الشارع. ليش اكو تحريك من المخابرات الامريكيه؟ انا اقول لك مو مساله خدمات، هي الخدمات 16 سنه ما موجوده، لانه هذول يطالبون باخراج القوات الامريكيه من العراق بقرار من البرلمان. لكن اقول قسما بالله يخطئون، هي امريكا منها تهددهم بداعش، تقول لهم ترى داعش بيجي راح يدخل وراح يسوي بيكم الاول والتالي، ما عندهم مانع هم. زين انت من تسال عن داعش، استاذ انت عندك دياره تقع في شرق العراق، زين يقول لك والله هجمات تصير داعش من شرق الدياله، مو من شرق العراق، هي دياله شرق العراق. زين من تصير هجمات منين يدخلون ذولا؟ ذولا منين قسما بالله العظيم يدخلون من ايران كلهم؟ زين انا اقول لك اياها بصريح العباره، زين انت 400 واحد سقطت خمس فرق شيعيه بالموصل، خلينا نحكي بصريح العباره. من جيش ومن شرطة اتحادية وأجهزة أخرى الهزمة أمام 400 واحد. هسه الإحصائية تقول لك 17,000 واحد من داعش موجودين بالعراق، هاي المفروض يسقطون 17 دولة، فكيف فأعلم أن كلها مؤامرة. فهو لتغيير هذا النظام بأكمله يراد منه تغيير هذا النظام من أكمله من قبل المخابرات الأمريكية، وعاش في جهة أنا وياها، لأن هم اللي جابوهم، ما حد اللي جابهم غيرهم. هي المشكلة هم اللي جابوهم وهم اللي دمروا البلد. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية. كان معنا اتصال علي البرزنشي من بغداد. فضل علي. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تفضل. تحية إلى قناة الرافدين الشريفة. حيا العراق الحر. يا أهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة لل خروج الجماهير إلى الشارع والتظاهر، أنا ما أعتقد بعد في ثقة بالحكومة العراقية أو بمؤسساتها أو بقواتها، من حشد من جيش من شرطة اتحادية. يعني الشعب خلاص ما عنده ثقة بهذه الأجهزة كلها، فمو مستعد الشعب يطلع إلى الشارع وينغدر، يعني مثل ما نقول، لأنه بالتأكيد سيغدر، يعني سيلاحق وسيقتل بالرصاص يعني هذه الحكومة طبعا تتفرج يعني من تصير مظاهرة ويرمى المتظاهر بالرصاص ويطارد ويعتقل وكذا. الآن الوضع شوية اختلف، صحيح. نعم. الآن هم يعني شوية متحشدين ومتأهبين، ومثل ما أقول عندهم حالة طوارئ بنظرا للتطورات الأوضاع الحالية. أي خروج حاليا للشعب أعتقد أنه سيجابه بعنف شديد، لأنه راح يكون لهم ردة فعل على المتظاهرين. نعم. أنا أقول يعني الشعب خلي الآن يكون في 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 حالة توحد، يعني فلنتوحد جميعا، يعني أهل الجنوب جاي يشوفون الظلم اللي وقع عليهم، أهل الوسط، أهل الشمال، الكل يتوحد الآن، الكل يتوحد مع بعض إيد وحدة، يكونون على قلب واحد. يعني أهل الجنوب يسحبون أبنائهم من الحشد أو يحاولون ينصحون أبنائهم، مو مشكلة. يعني الراتب هذا ترى الراتب الملوث بالدماء ترى يكون نقمة وبال على صاحبه يوم القيامة. يعني ما في داعي تأخذ راتب من الحكومة تقتل به أبناء شعبك. زين علي، في أهل الجنوب الشرفاء أنا أشوفكم أنه أنتم ناس طيبين، ولولا الطيبة هذه ما دخلت عليكم إيران وما دخل عليكم الاستعمار واستغلكم. نعم. كل مرة زين علي، بعد هذه الأشهر يعني أكثر من 7 أشهر أو 8 أشهر على انطلاق التظاهرات في البصرة، الناس ما رادوا، وإحنا دائما نتكلم فيها، رادوا توفير فرص عمل ورادوا توفير مي صالح للشرب. لغاية الآن ولا وحدة من هذه النقاط تحركت عليها الحكومة وحلتها، يعني كأنه الحكومة تقول لهم شو تريد تسوون سووا، طبعا مع وعود كاذبة أنه راح نصرف كذا للبصرة وراح نخصص
كذا درجة وظيفية للبصرة، وتحركت وزارة الموارد المائية لمعالجة المياه الصالحة للشرب وإلى آخره، بس على الأرض ماكو أي نتيجة. برأيك يعني هذا الإهمال المتعمد من قبل الحكومة شو فسره؟ أستاذ عبر، هذا مو إهمال متعمد. نعم. هذه قلة حيلة. يعني الحكومة برئيس وزرائها بوزرائها بمؤسساتها قليلة الحيلة، ما تقدر تفي بالوعود اللي قاعد تقدمها للشعب، كله كذب. هذا كله يعني يؤدي إلى الكذب، والكذب هذا طبعاً يأتي بسبب قلة الحيلة. ما بيدهم شيء، ما يقدرون يسوون، مديونين غير موثوق فيهم من قبل المجتمع الدولي. اوكي، يعني ما حد يقدر يقدم لهم استثمارات، ولا في شركات اجنبيه تجي تقدر تنصب اجهزتها وتبدي تشتغل الا ان تاخذ فلوسها كاش مقدمه، لانه هاي الحكومه غير موثوق فيها. لذلك ما حد راح يجي يعمر العراق، ما حد راح يجي يعمر العراق. وهذه اصلا الحكومه هذه اصلا غير مستقره. يعني الحكومه هذه اذا على قلبها باكر عقبه يعني تنشال، يعني ما راح تستمر. معايته؟ فهذه هي النقطه، ما راح يقدرون يسوون اي شيء، كذب في كذب فقط، وعود يكتبون فيها على الشعب يخدروا تخدير. نعم فقط. أنا أشكرك علي البرزنشي كان معنا من بغداد. معنا اتصال ابو حيدر من النجف، تفضل ابو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بيك أستاذنا العزيز. نعم تفضل. أنتوا تحدثتوا عن المتظاهرين مو صحيح؟ نعم، هناك حديث عن عودة التظاهرات في البصرة وفي المحافظة الجنوبية بسبب عدم تلبية الحكومة لأي مطلب من مطالب المتظاهرين. والله وأنا أقول من كلام صحيح من النجف، هلا أتكلم وياك. نعم. بالنسبة للمتظاهرين حقهم واضح، بس ما حد يلبي طلبهم. هاي وحدة، والثانية. نعم. بالنسبة للثانية، الوحدة الكلام الثانية، الدولة إيرانية وليس عراقية. نعم. يعني أبو حيدر إيران مثلا تقول لهم لا تقدمون خدمات، لا تلبوا المطالب المتظاهرين، معقولة؟ يشهد الله عليه. نعم يشهد الله كله وعود كاذبة، خاصة هاي الشهداء. أتكلم شهداء، أنا أحب ذوي الشهداء أتكلم وياك. نعم. كله وعود كاذبة، تقاعد عسكري كاذب، وزارة الدفاع كلها كاذبة، ما تحمل مسؤولة كلامي. نعم. فالدولة أنا ما أقدر، يعني الدولة كلها كاذبة، يعني مو مثل دولة صحيحة، كلها وعود كاذبة. زين، الوضع بالنجف أبو حيدر، أنت من النجف. أنا من النجف ومن نظام السابق، خلنا أعطيك معلومة. نعم. وقلبهم مجر عليهم، كلهم عشاكل غير شرفاء. لا 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 لا. والله يعني العظيم رواتب صار 16 سنة ما نعطينا حقوقنا. يعني أنت قصدك أنه أنت الحكومة ما صارفت لك صار 16 سنة التقاعد مالتك. الوضع حشاك قناة الرافدين، وتحياتنا لهيئة العراق المسلمين، خلنا أتكلم وياك. صحيح. كلهم وعود كاذبة وعود، كلهم دولة صفوية. نعم. بس أنت عايش خارج العراق أبو حيدر؟ لو خارج المحافظة. عايش بالعراق، بالعراق. نعم. وبالنجف. نعم. أنا أبد ما طلعت من العراق. نعم.
يعني شملت بهذا الاجتثاث اللي صار على كل المتظاهرين، ما حد يعطي حقهم، ما حد يعطي حقهم حقوقهم لا. نعم. الاجتثاث انا حتى بالاجتثاث ما مش مسلطك معلومه. نعم. تحياتنا لقناه الرافدين. حياك الله ابو حيدر من النجف، نسال الله ان يفرج عن جميع العراقيين. طبعا النائب عدي عواد قال بان شباب البصره الذين يمثلون عمود التظاهرات منشغلون حاليا بالدوام في الجامعات والمدارس كما يقول، لذلك حتى لو اراد المواطنون الدعوه الى احتجاج فانه سيقتصر على يوم واحد كما يقول من الاسبوع كما يحصل في العاصمه بغداد منذ العام 2015، والتي اقتصرت تظاهراتها الرئيسية على يوم الجمعة فقط وفي ساحة محاطة بعناصر الأمن ومع بقاء الحال على ما هو عليه الآن، فإن بداية الصيف تعني بداية عودة الاحتجاج الذي سيكون حتما أكثر إرباكا للحكومة من الاحتجاجات السابقة. هذا كلام النائب عدي عواد، وأضاف بأن الاحتجاجات المقبلة لن تكون فقط في الشوارع لأن النواب سيتدخلون وسيعطلون الجلسات بالإضافة إلى باقي الدوائر الحكومية، لأننا جميعا نمر بأوضاع بائسة كما صرح وقال، ولا فرق بين نائب ومواطن عادي في البصرة. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك في نقلتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. أستاذ، احنا بنشوف الاضطرابات اللي موجودة في العراق يعني من سنة 2003 ولحد الآن، وخاصة الاضطرابات اللي صارت في زمن الجعفري ونور المالكي والتدمير اللي صار في زمن نور المالكي والعبادي، وعلى أساس أنه تأملنا أن حكومة عادل عبد المهدي راح تيجي بإصلاحات هو والبرهان صالح. برهان صالح هو السياسي، وعادل عبد المهدي هو رجل غير سياسي وإنما من يعني منضم الى حزب. زين، يعني قد نتصور انه احنا راح ناخذ من هاي الحكومه الجديده تقدم لنا خدمات، وباعتبار انه هم اصلاحيين وموالين للغار. زين، مع العلم استاذ اذا اريد اجي للحقيقه، الوضع المبعثر اللي موجود ما اتامل من الحكومه انه تقدم اي خدمه للشعب العراقي. ليش؟ لأنه هم ملتهين بشيء أهم من الشعب العراقي ومن خدمة الشعب العراقي، بالرغم من الاضطرابات وظهور المظاهرات إن شاء الله تتجدد وكل الشعب العراقي يقوم بهذه المظاهرات تضامنا مع الشعب العراقي ونخلص من هاي الزمرة. أستاذ، هم عندهم نقطة مهمة هي بعثرة المنطقة وعدم استقرارها. ليش؟ لأنه الحكومة العراقية والحشد ملتهين يتبادلون داعش ويا سوريا، وسوريا تنطي داعش وقسم تخليهم بالسجون وتاخذ منهم اموال. احنا كشعب اصبحنا كشركات استثماريه الى الحكومه، يعني ماكو في مكان تروح به اذا ما تسمع به فلوس. والبارحه اللي شفت هاي الماساه الطلاب اللي دافعين فلوس ومليارات ماخذين من عندهم وهذا وضعهم. استاذ، يعني احنا يعني ما طول اكو التهديد من قبل مع الاعتذار للشيعة الطيبين. زين، اكو تهديد شيعي ضد السني، وهذا اللي ما حدث انه ابو اسرائيل هدد السني بالقتل وعلى مرأة من العالم. يعني معناها احنا بعدنا شوكت راح تخلص هاي المعاناة الطائفية اللي موجودة بين الشعب العراقي مع الاعتذار. والله العظيم ترى هي ما طائفية، بس لو جد الطائفية هم الحكومة العراقية والرجالات هذول اللي كلهم حفاي جوي واستلموا السلطة. يعني إلى متى هذا الوضع؟ يعني إحنا ما رح نفكر إنه إحنا نحن مقبلين على الصيف إذا كان هسه إحنا معدل الموتى اليوم مثلا باليوم 100 رح يصير 300. ليش؟ لأنه أكو مشاكل بيعاني منها الشعب، مشاكل كبيرة، مثلا انتحار العاطلين عن العمل، انتحار الأمهات ضد أبنائهم بالأنهار. ترى هي كلها معاناة الشعب العراقي اللي يعانيها.
التشول اللي موجود، الطالب يعني ترك ترك المقعد الدراسي ومن يسألوه يقول ليش إنه أنت تركت المقعد الدراسي عندك راتب، يقول لا أبوي شهيد. يعني هذا وصلنا إلى هاي المرحلة إنه ابن الشهيد يشتغل سمكرة أو يشتغل يبيع كلينكس أو شيء. وين الحكم؟ وين العالم؟ بس هي أمريكا ما تقدر تبدل الوضع، بس هي متفرجة علينا وقابلة هي وإيران وده يقتلون بالشعب العراقي وسفك الدماء وماكو أي خدمات والتدمير موجود وراح يستمر في هذا التدمير إلى متى؟ ما بقى غير إلا أن الشعب العراقي أنه يكونون إيد واحدة مع كلهم، خلين بدون لا عراق سني ولا شيعي، إنما أكو عراق عراق، يعني لازم إحنا نتحد. وتحياتي. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك يا استاذ عمر، تحيه للقناه، تحيه لكاتب القناه، تحيه للمتصلين والمشاهدين. حياك الله، يا اهلا بك. الله يحفظك استاذ عمر. بالنسبه لما يجري في العراق، هي الحكومه هي يا استاذ عمر هي ما خايفه الا من الشعب، والشعب تعتبره عدو لان هي عارفه نهايتها على يد الشعب. فهي من برا من خارج العراق هي مدعومه على هذه الجرائم وتنكيل الشعب العراقي ونهب امواله. فهي عارفه وهي تخلق الطيب، هي تحاول تخلق الطيبين، لكن ثقتنا بالشعب العراقي ثقه عاليه وسوف ينتصر الشعب. لكن هي تحاول هي بقاءه يطول في ظل اختلاف الشعب. متى ما اتحد الشعب فهي ساقط هذا النظام الايراني المجرم. فكلما هي تحاول درع الفتنة وتدمير الشعب العراقي من أجل نهب أمواله وتصدير هذا لإيران النظام الإيراني جارة السوء، فهذا فكلها هي تعرف أن نهايتها على الشعب. كل ما يتحدى الشعب والشعب بدأ إن شاء الله، الشعب العراقي هو شعب من أوعى الشعوب العربية، والشعب العراقي نعول عليه كثير وسوف ينتصر وسوف يحاسب وسوف يجب. فهم منظومة فساد متكاملة من المرجعية الإيرانية، وهي التي تبنى كل الجرائم بالعراق، وهي التي وراء كل تقف وراء هذه الحكومة الفاسدة، فكلهم فاسدين. فعلى أمل بالله سبحانه وتعالى ثم بالشعب العراقي أن يتقاضى منهم ويحاسبهم محاسب من 2003 لحد لو تحيلت. حياك أبو فيصل من السعودية كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول تحية لك أخي عمر، يقول التظاهرات تستمر مع المطالب برفع سلطة الأحزاب عن التعيينات في مناطق الجنوب وكل العراق، يطالب له مطالب عديدة مثل توفير فرص العمل وحل جميع مطالب شرائح المجتمع العراقي. يقول لذلك الحكومات المتعاقبة سلبت جميع شرائح المجتمع العراقي كافة حقوقه وتحرمه من أن ينعم بكل الخيرات. هذه السلطة والسطوة كلها من الطغمة السارقة الفاسدة. يقول الحل الوحيد لخلاص البلد من واقعه هو إزاحة هؤلاء الطغمة السارقة الفاسدة وإيجاد
قادة وطنيين يكون همهم إعادة حقوق العراقيين الشرفاء الأوصلاء وتغيير منظومة الحكم. الرسالة يقول فيها: أخي أين المرجعية من دمار البلد؟ البلاد والعباد العملاء ينطقون باسم المرجعية، ليش المرجعية شكلت الحشد يقول، والآن الحشد يتحكم بأملاك الدولة وبتنصيب الوزراء ويسرق ويهجر ويتاجر بالمخدرات. يقول: أي دولة في العراق؟ أين دورك يا شعب؟ كفى. يقول نعم. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. حضرتك أستاذي فاضل. أهلا وسهلا بك. وكل الكادي يا أهلا بك. أستاذ عمر، والله أنا أستغرب من أسمع واحد يقول وين دور المرجعية. يعني أنتوا إلى متى تبقون تعتقدون ومتصورين بأنه المرجعية راح توقف بجانبكم؟ هي المرجعية سبب دمار البلد، وأنتوا كل زين تعرفون سبب دمار البلد هي المرجعية. وبعدين الحكومة هي ما مهتمة أستاذ عمر، إذا جددت التظاهرات أو زادت أو قلت، هي ما مهتمة. الحكومة عرفت بأن الشعب ما عنده رغبة بأن يغير، وراضي بكل اللي دا يصير. ومو كل الشعب طبعا، أكو من عندهم قشي، ولو كل الشعب يريد التغيير كان ساندوا تظاهرات البصرة وصاروا إيد وحدة وانتفضة وانتفاضة كاملة ضد هاي الطغمة المجرمة. وشي ثاني أستاذ عمر، يعني الحكومة نطت صلاحيات كاملة للميليشيات والقوات الحكومية باعتقال وخطف وقتل كل من يرفع صوته ويطالب بحق من حقوقه. وين كانت العشائر من انطلق التظاهرات البصرة وغيرها من المحافظات؟ ليش سكتوا؟ لو بس يعرفون يطلعون بهتافات لكل مسؤول يزور محافظة ويسووا نبي وكأنه لبى كل ما يحتاج الشعب. يعني وشفناها طبعا من طلع عادل عبد المهدي مدري بيا محافظة رايح واستقبلوه بالهتافات ونازعين عقلهم ويهتفون ويصيحون وخابصين نفسهم. انتوا شفتوا من عادل عبد المهدي شنو اللي قدم لكم اياه؟ لو هذا تقديرا الى من قرر بانه ينطيكم نص كيلو عدس وخمس كيلو طحين صفر، شنو هالوضعيه هاي التعبانه؟ وطبعا ما ننسى دور دوله الاجرام ايران وميليشياتها بقمع وقتل اي واحد يشكل خطر على مصالحهم. وشفنا شلون خطفوا وقتلوا عدة ناشطين وآخرهم الكاتب مجذوب بكربلة. هذا عمر، يعني القادم راح يكون أسوأ من اللي مضى. والأخبار اللي سمعناها بأن العراق في طريقة إلى أن يستورد مي بالصيف المقبل، يعني تصور حتى المي راح يستورده العراق بالصيف المقبل، وكلها طبعا هاي لصالح إيران. يعني هو كل العراق صار مظلوم، كل الطوائف انظلمت وما مستفادة من الحكومة أي شيء، وكل اللي دا تسويه الحكومة هو وعود، وطبعا هي وعود كاذبة. وعرفوا الشعب بأنه أي وعد أطلقت الحكومة أو رئيس وزراء أو أي مسؤول هو طبعا وعد كاذب، يكذبون على الناس. يعني معقولة دولة بهاي الميزانية الضخمة ما تقدر توفر مي صالح للشرب أو كهرباء أو فرص عمل؟ وهي هاي كل اللي دا يطلب الشعب، ما طلب من عندهم شيء. لكن قلت لحضرتك أستاذ عمر، الحكومة ما مهتمة للشعب، الحكومة والبرلمان والمعممين ما يهمهم غير بس مصالحهم ومصالح عوائلهم، مشغولين بالسرقة والنهب والفساد. يعني صور أستاذ عمر، احنا سمعنا خبر عن وزير التجارة الحالي من كان بوزارة الصناعة سابقا، كان عليه ملفات فساد وانحكم وشمل العفو وطلع ودفع 500 مليون دينار نص مليار واستلم منصب وزير التجارة. مليار دولار انسرقت من قبل وزارة الصحة بوقت عديل حمود، وأدوية ماكو، والشعب يلوب ومظلوم ويدور على كانولة، يدور على حباية يسكن بيها ألمة ما عنده، وعديل حمود تسرق 17 مليار، يعني هاي يعني عفوا مليار دولار و17 مليار دولار. قبل فترة سمعنا بأنه طلع وثيقة انسرقت من مصرف الرشيد من قبل موظفتين. 14 مليار دينار عراقي انسرقت من قبل موظفتين وتهموا بيها واحد آخر مواطن آخر، وغيرها طبعا من القضايا اللي صارت وتصير. فالكل مشغولين بالسرقة والنهب وما مهتمين لا للخدمات ولا للشعاب. يعني احنا المفروض قلناها من البداية، المفروض تتكاتف كل طوائف الشعب والقيام بثورة شاملة ضد اللي دا يسممون أفكار الناس من المعممين وضد السياسيين والبرلمانيين. هاي طبعا إذا رادوا يعيشون بعز وكرامة. وبدون هاي فلا عز ولا كرامة للشعب العراقي أستاذ عمر. وليظ اللي يهتف ويصيح هيهات من الذلة، الذلة أنت عايش بيها ترى هسه، الذلة أنت هسه دا تأكل وتشرب وياها، هم متمتعين بأموالك وبخيرات بلدك
وانت قاعد تباوع عليهم اولادك دي يدورون بالحاويات دي يدورون على لقمه اطفال يعني 7 سنوات او 8 سنوات شاي لترمز شاي او بنيه مو ولد وطلعون يبيعون شاي بإشارات المرور وبالقراجات يعني هاي منو يقبلها على هاي الحكومه اللي تملك هالمليارات هاي اسمع للاسف نقول الشعب والله العظيم كل الشعب اذا ما يتكاتف فلا يصير تغيير بالعراق. نعم شكرا يعني اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. رساله على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول كل دول العالم تبني حضارتها العريقه من خلال الاهتمام بالصحه والتربيه، والحكومه تتعارك على المناصب ولا تهتم بالتربيه ولا بالصحه وهي اساس كل شيء. مع الاسف يقول العملاء يحكمون ولا يريدون الخير للعراق، لو كانت الحكومه جاده في عملها لاهتمت بقطاع الصحه قطاعي الصحه والتربيه لانها اساس كل شيء. نعم معنا اتصال ام ازهار من بغداد، تفضلي ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حي هاي القناه الاسلاميه وعامليها؟ اهلا وسهلا. بالنسبه الى هذا العراق المتدمر من قبل هؤلاء الاوباش اللي اجونا من ايران وهالحكماء اللي يحكمون الاحزاب الشيعيه المتنفذه والسنيه، طبعا احنا ما نقول شيعة وسنه لانه احنا دائما ما عرفنا سنه وشيعة، عرفنا ناس متحدين وناس عايشين كنا احسن عيشه، لكن اجوا هالحفالات من ايران حطموا هذا البلد ودعونا الى الانقسام بين السنه والشيعة والاكراد والمسيحيين الى اخره. بالنسبة للمتظاهرين كل يعني المفروض من يطلعون بالبصرة وينادون يردون طلباتهم غير تناشدهم الجهات الإنسانية مثل الوسط والشمال والجنوب، ولما الوسط والشمال لازم يتعاونون كلها سوا يطلعون سوا. احنا كل جارنا نشوف انه متظاهرين تقل وماكو ذيش القوة ودائما نحكيها. انا يمكن من بداية الحلقات كنت اقول لا ينفع التظاهر السلمي، لانه التظاهر السلمي ما ينفع الا بالقوة، وهي احنا 16 سنة مارين في عذاب ومرارة والاهل البصرة جياعة وعطشانين والمي ماكو والسموم منتهية، واهل الموصل بعدهم عايشين بالخيام ويعانون ما يعانون من جوع وبرد والى اخره، واطفالهم حفاي بالشوارع مال الموصل، وهم هذول متنعمين في اموال الدولة. انا اتعجب على هاي الحكومة ما تقعد تصف تقول احنا خلي نبوق بس نعطي شوية حق لهذا الشعب، يعني اذا هم صادقين اذا حكومة صادقة، لكن هذول احزاب جت لنا من ايران جايين حافين لافين كل شيء ما عندهم، بس اجوا قعدوا على الكرسي نسوا الشعب ونسوا شو يريد الشعب وشنو اكو نواقص بالشعب والدولة. ولكن احنا نقول يا شعب اتحد، يا شعب اتحد، كافيك يعني 16 سنة ما كفاك الجوع والمرض والدمار، وكل بيت بشهداء وكل بيت بموتى وكل بيت بيتامى وكل ما كفاك هذا، ما فكرت؟ فكر شوية، فكر من واتحد من الشمال للجنوب وصيروا ايد وحده. والله العظيم اذا تتكاتفون وتصيرون ايد وحده نقضي على هالحفالات اللي اجت لنا من ايران. طول ما انتم والله يستهزئون بيكم لان تطلعون هالشكل وتصفقون وتطلبون مطالب، لان الشعب هذول مو حكومه، هذول اوباش جايين بس لمصلحتهم، يستهزئون اصلا يقول لك يلا طلعوا لهم ساعه يصفقون ويرجعون، يعني هاي مهزله. يطلعون انا انادي الشعب يطلعون طلعه مال اوادم مثل الاتحاد ويكون لكم قائد من الشمال الى الجنوب بقوتكم بقوه وبسلاح، يا لا تطلعون اصبروا ابقوا على هالجوع وابقوا على هالفقر وابقوا
عن الكتل والنهب والسلب، وهذا جزاكم لانه انتم اعطيتوهم المجال الكامل، لانه يوم من اول 16 سنه انتم تعانون وساكتين، لكن يوم من اول بادين بمهاجرتهم ما كركوا عليكم هالتقويه هذول الجبناء اللي من ايران. وعندي عندي بس أنا أشكرك وأعتذر على المقاطعة لضيق الوقت. أم أزهر من بغداد كانت معنا، شكرا لك. طبعا اليوم خرجت تظاهرات في لذوي المهن الصحية في مدينة الطب وسط العاصمة بغداد. طبعا المطالبات كانت بتوفير حقوق وظيفية، منها زيادة المخصصات، الخطورة، رفع التسكين. يعني نقلت وسائل الإعلام العراقية بأن العشرات من ذوي المهن الصحية نظموا صباح اليوم تظاهرة داخل المجمع الطبي لمدينة الطب للمطالبة برفع التسكين ونسبة الخطورة إلى 100%، كما طالبوا بتوفير التأمين الصحي للمهن الصحية. إذا يشتغل بمجال الصحة ما عنده تأمين صحي، فكيف حال المواطن العادي؟ خلونا نشوف الصور، بعض صور التظاهرات. هذه صور تظاهرات لذوي المهن الصحية في مدينة الطب وسط العاصمة بغداد. هذه الصور الأولى لهذه التظاهرات، منها لافتات رفع عليها رفع التسكين الوظيفي عن المهن الصحية، وكذلك رفع المخصصات، إصدار قانون التأمين الصحي للمهن الصحية كما نرى في هذه اللافتة الصغيرة. نعم، طبعا كذلك تظاهرات أخرى خرجت في العاصمة بغداد لخريجي الكليات التقنية الطبية مطالبين بتوفير الوظائف. العشرات من خريجي الكليات التقنية تظاهروا اليوم أمام بوابة وزارة الصحة في بغداد احتجاجا على عدم تعيينهم، وأضاف بأن المتظاهرين أكدوا بأنهم تخرجوا منذ سنوات 6 سنوات أو أكثر ولم يحصلوا على درجة وظيفية. خلونا نشوف كذلك الصور زميلنا المخرج. هذه صور لخريجي الكليات الطبية التقنية لهذا الصباح في العاصمة بغداد أمام وزارة الصحة يطالبون بالتعيين المركزي، ورفعوا شعار التعيين المركزي حقنا. نعم، يعني إذا خريج كلية طبية في العراق ما لاقي وظيفة في هذا البلد، وإحنا نعاني في مجال الصحة وفي كل المجالات صراحة، بس هذا المجال يعني لدينا نقص كوادر، لدينا نقص أدوية، لدينا نقص بنايات. نعم، معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. سعادتك أستاذ عمر، حياك الله يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك أستاذ عمر. طالما نظام جمهوري، أقول نظام برلماني، ما يتغير شيء بالعراق، لأن هذول 4 سنين يقول لك أنا خل أخمط. نعم، وأطلع شيلي شغلة بالشعب، شيلي شغلة بالعراق، راح أجيب لك نبذة بسيطة. نعم، مقتدى الصدر مو دخل المنطقة الخضراء وبجمهوره، مو كان يحكي يقول شلع قلع الحكومة هذول فاسدة وتابعة لإيران، لو أنا غلطان. نعم، دخل شو بعدين. يعني أنا أريد أحكي على الجمهور الصدري. نعم، بعدين شو راح التقى بسليماني ببيروت، اجتماع بي، هذا مو دعم من النظام الإيراني، مو دعم من النفوذ الإيراني، هذا اللي يقول أنا وطني. هذول يعرفون الشعب مضحكة ما يريد حقه، يعرفون الشعب ذليل ويريد الذل بعد أكثر. خلي يجون تركيا بس يشوفون شارع واحد من تركيا. نعم، شارع واحد يسوى العاصمة بغداد، لأن هنا الإسلام الحقيقي. ده يطلعون أبو أيسر، المشكلة المسؤولين ما شاء الله عندهم استثمارات برا بكل مكان، وده يشوفون. نعم، بس هم ما يريدون يعمرون البلد. هاي كاكا، هم من حلوا الجيش السابق وحلوا مؤسسات الدولة، هم يريدون حتى يصير البلد خراب إلى خراب. نعم، فكل من يقول لك بالعراق راح يصير تغيير إلا في حالة واحدة، يصير اتحاد كل الشعب العراقي، يعني ماكو لا شيعي ولا مسيحي ولا كردي ولا سني، وتحت قيادات منظمة يلا يقدرون يزيلون هاي الشرذمة. نعم، قلت لك السيد هذا مقتدى
يقول لهم اني وطني واني كذا ويضحك عليهم. مئات الالوف خرجوا وطبوا المنطقه الخضراء، ضحك عليهم وطلعهم وراح اجتمع بسليماني اللي يقول احنا، يقول احنا على اساس احنا ما نقبل النفوذ الايراني. نعم. راح اجتمع سليماني في سبيل انه يشارك هالشرذمه بالحكومه. نعم، اني اشكرك ابو ايسر من تركيا، كان معنا رساله اخيره على الواتساب يقول فيها ابو محمد الجبوري يقول مرحبا اخي عمر، يقول العراق يخسر على الانتخابات أكثر من 10 مليار دولار كما يقول، موازنات 120 مليار دولار، الشعب فرحان يقول ويتعب، ونشر الجيش والشرطة وانذار وتوقيف العمل، وناس خسران أموال بسبب هاي الانتخابات يقول، وبعدين يطلع من هاي الحكومة نص كيلو عدس، يقول أكبر نكتة في التاريخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول عودة التظاهرات في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بسبب عدم تلبية الحكومة لأي مطلب من مطالب المتظاهرين، وكذلك أخذنا بعض الصور لتظاهرات اليوم في العاصمة بغداد، إن كان في مدينة الطب أو في أمام وزارة الصحة لذوي الاختصاصات الطبية مطالبين بالتعيينات، والكوادر الطبية مطالبة بالتخصيصات المالية وكذلك بالتأمين الصحي وبالسكن. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.